بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبتي الأعزاء، أني التدريسية مدرس أثيل صبيح شاكر، تدريسية في قسم تقنيات الحاسوب في كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة. أدرس المرحلة الثانية لمادة الرياضيات. اليوم رح نأخذ أول موضوع في مادة الرياضيات، وهو موضوع الكومبلكس نمبر، الأعداد العقدية المركبة. ببساطة جدا أنه تعريف الأعداد العقدية المركبة هي عبارة عن عدد بجزئين، جزء real number والجزء الآخر هو imaginary unit. هشنو معنى real number؟ real number هو العدد الحقيقي اللي احنا نعرفه، أي عدد حقيقي راح يكون هذا جزء من الcomplex number، والimaginary unit هو حيكون العدد التخيلي. العدد التخيلي نرمز إليه بالرمز i، وراح يكون هو عبارة عن قيمته الآي تربيع تساوي ناقص واحد، اللي يعني آي تساوي تحت الجذر التربيعي ناقص واحد. طبعا هذا العدد احنا عندنا في الرياضيات هو غير معرف، ولهذا سمي بالعدد التخيلي. كل عدد complex number كان بيرتن يكتب بالشكل التالي: Z equal X plus I للY، يعني راح تكون X عدد الحقيقي زائد I للواي، الواي أيضا عدد حقيقي لكن مرتبط مع الآي القيمة المذكورة أعلاه، where الX هو الريال part and Y هي الإيميجينري part لأنه مرتبطة مع الآي كما ذكرت سالفا. الجزء الحقيقي X والجزء التخيلي هو Y، تكتب بالشكل التالي: X equal X plus I للواي. For example، عندنا المجموعة من الأمثلة: Z تساوي 2 زائد 3 I، Z تساوي 1 ناقص تحت الجذر التربيعي لل I، Z تساوي 10 ناقص 8 لل I. نجي على الـ complex number بمجموعة من الـ properties ومجموعة من الـ operation. الـ properties نقصد به الخصائص أو الخواص، بي ثلاث خواص اللي هي equality of complex number اللي هي مساواة في complex number، والخاصية الثانية هي conjugate اللي هي المرافق، والخاصية الثالثة هي opposite اللي هي معكوس complex number. نجي على الخاصية الأولى اللي هي equality، يكون z1 يساوي z2 في حالة إنه z1 equal x1 plus y1 لل i and z2 تساوي x2 plus y2 لل i. هذه الجزئين، هذه المعادلتين راح يكون if مساواة z1 مع z2، if ال x1 يساوي x2 and ال y1 تساوي y2، وتكون ال x1 plus y لل i تساوي x2 plus y لل i. ثانيا الصفة، صفة المرافق اللي هي the conjugate of complex number، نرمز إلها بالرمز Z dash is the conjugate of Z and written Z dash equal X minus Y لل I. في حالة الconjugate number راح يكون العدد التخيلي فقط معكوسة إشارته، في حالة الconjugate راح يكون العدد في أنه أنا عندي Z يتساوي X plus Y لل I، conjugate إلها حيكون Z dash تساوي X نفس الإشارة، فقط نغير إشارة الـ imaginary number اللي هي الجزء التخيلي. Example: find the conjugate of z equal 3 plus 2 لل i. solution إلى z dash تساوي 3 نفس الإشارة minus 2 لل i. Example 2: z equal minus 2 minus 5 لل i. solution إلى حيكون z dash equal minus 2 plus 5 لل i. الخاصية الثالثة اللي هي opposite of complex number، the opposite of z equal x هنا plus مو minus plus y لل i، راح يكون تختلف الإشارتين لل x ولل y، راح نرمز إلها بالشكل، أول نخلي minus بين قوسين x plus y لل i. راح نلاحظ بالأمثلة شون ممكن تكون z equal minus 3 plus 5 لل i، solution إلها z minus لل minus 3 plus 5 لل i، راح يكون 3 minus 5. إذن راح تتغير الإشارتين لل بالمعنى.